بحس ان هو كده كاريزماتيك صح؟ بصراحه ده مبادل الكابتن حبيبي. التكنيك بتاعه حلو جامد. ما تيجي يلا. لا اجي فين؟ تعالي نجرب. لا 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 انا ماليش في التنس، انا اخري العب معاك ماتش كوره كده وخلاص. اخرج معايا ماتش كوره؟ طب تعالي بس امسكي الماتش. عم ما بعرفش يا ستي. قومي خلينا نضحك شويه. انت زيطه في اي زيطه انت. ها يلا قومي والله. طب هتعلمني يعني؟ علمك طبعا. طب ماشي علمني. وريني بقى. بص يا ستي. ماشي. تقفي كده. ايوه. ماشي. ده فور هاند ده. ماشي. ايديك الاثنين بقى. ماشي اهو. انزلي تحت. كده؟ ايوه كده. انزلي تحت اهو. يلا بقى لورا. ده ايه؟ ده الباك هاند. طب والسيرف بقى كده صح؟ لا 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 مش كده خالص. كده هتجيبي لي رباط صليبي. ايه دي بقى؟ احنا رايح نقعد طول اليوم نعلم في الفور هاند؟ لا لا نقعد طول اليوم ايه نعلم. لا لا روح انت. انا خلاص انا هتعلم كده وكده. انت هتلعبي خلاص؟ كده وكده. طب انا هروح لحد. طب ماشي روح انا تمام. يلا بس بقول لك ايه يعني واحده واحده عشان ما هنكش وخليها بالراحة يعني. يلا الله. يلا اتعلمتيها فين؟ ولا عمري بتكتم اضرب يا ابني. قلت لك أروبا ما بتغلبش في أي حاجة. هو برج الأسد ده كده لما يحط دماغه في حاجة لازم يعملها. احنا فعلا كده قوي. بس ايه ده؟ انت عارف مين أنا برج الأسد؟ أنا قلت له. هو بصراحة لازم يفهم هو داخل على إيه. اللي داخل على إيه؟ اللي بتقوله هو ده؟ جت في دماغي. جت هنا يا فضورك. يا لهوي كلامه بقى. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.